السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو التغيير. مشاهدينا الكرام، السفارة الأمريكية لدى بغداد تنشر أرقاما عن واقع العراق بعد 16 عاما من الاحتلال. 6.7 في العشرة مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، هذا في العراق. 4.2 في العشرة مليون شخص نازح إلى مدينته. 1.8 بالعشرة مليون نازح ما زال خارج مدينته. 576,000 شخص نازح داخل نينوى. 269 أو 270 لاجئ عراقي نزح إلى دول الجوار. 9% من النازحين داخليا يفكرون بالعودة إلى مناطقهم الأصلية. 32,000 شخص تضرروا بالفيضانات في شمال غرب العراق ووسطه، لا سيما أن العراق لحد الآن يعني لم يتعافى من الإرهاب. هناك ثغرات موجودة لدى داعش، هناك ثغرات يعني قبل أيام حصلت بصراع مع البككة المتمردين الموجودين في جبل سنجار مع القوات الأمنية العراقية، ولحد الآن لم تنتهي هذه العمليات والقضاء على أوكار هؤلاء المتمردين. لمناقشة واقع العراق بعد 16 عاما من الصراع في دوامة يعني أزهقت أرواح الكثير من العراقيين وعادت العراق إلى الوراء، رحبوا معي بضيفي من بغداد بالأستاذ حسن البهادلي القيادي في ائتلاف النصر. أستاذ حسن، مرحبا بك. مرحبا بكم ومرحبا بضيفكم الكريم، وشكرا للاستضافة، ومرحبا بمشاهديكم الأعزاء. شكرا لك. كذلك أرحب بالأستاذ أحمد عبد الجبار عضو المجلس الإسلامي الأعلى. أستاذ أحمد، أهلا بك. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم، حياك الله. أبدأ مع الأستاذ أحمد عبد الجبار عضو المجلس الإسلامي الأعلى. أستاذ أحمد، 16 عاما والعراق في دوامة الصراع، هل نحن يعني هذا واقع مفروض علينا أم أنه يفترض أن تكون هناك قيادات واعية؟ نعم، مررنا قبل 16 عاما يعني واليوم 20 في الشهر، يعني بدأت يعني عمليات عسكرية على العراق وبدأت مأساة العراق بدأت في هذه الأيام، ولكن هذا ليس واقعا مفروضا علينا، يفترض أن تكون هناك قيادات واعية. نعم حصل احتلال، نعم حصلت نكسات، نعم تخلصنا من نظام وأتى نظام جديد، ولكن يفترض أنه نكون قد تعافينا 16 عاما، يعني مدة طويلة، يفترض أنه الآن تجاوزنا المرحلة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نكرر ترحيبنا بك وضيفك الكريم وإلى جميع السادة المشاهدين. أنا أتفق معك عندما ذكرت بأن ما مر بالعراق هي عملية احتلال. 16 عام من عمر العراقيين، من عمر العملية السياسية كثيرة، هنالك اليوم إخفاقات، وهنالك اليوم فشل، وهنالك اليوم عملية بطء في تقديم الخدمات، لكن أنا نحمل كل المسؤولية التي حدثت في العراق من بعد 2003 ولغاية الآن، أولا إلى الاحتلال الأمريكي وما قدمه للعراق وما فعله بالعراق. ربما آخر يقول بأن اليوم الأمريكان عدم غير موجودين في العراق، ولكن آثارهم موجودة، ولكن ما فعلوه في العراق موجود. هنالك اليوم أشياء تم تثبيتها في العراق بسبب الأمريكان، قضية المحاصصة، قضية الطائفية، قضية القومية، كل هذا ما سبب ما حدث في العراق، نحن نحمله المسؤولية إلى الأمريكان، وأيضا من هم يتعاملون مع الأمريكان، من هم مؤمنون بالوجود الأمريكي، هذا من جانب. من جانب آخر، نعم هنالك اليوم أيضا من يتحمل المسؤولية، أولا الحكومات المركزية المتعاقبة، وثانيا الحكومات المحلية المتعاقبة أيضا تتحمل المسؤولية في الإخفاق وفي الفشل. وأينما وصلنا هنا، وأينما وصل العراق. القضية الأخرى التي ممكن أن نرى بأنها أيضا جزء من مشكلة العراق هي قضية الخطط. لا زال العراق إلى الآن لم يستطع تقديم خططه بشكل مدروسة، بشكل استراتيجيات، بشكل علمي. ربما في هذه الدورة السيد عادل عبد المهدي قد قدم شيئا، وهو ما يسمى بالمنهاج الحكومي أو الخطة الحكومية، ربما ممكن أن نصفها بأنها شيء ممكن أن ننتظر منهم أن الشيء الإيجابي، ولكن الحكومات السابقة لم تفعل هذا الشيء للأسف الشديد. كان هنالك عبارة عن ورقة تقدم في ليلة تقديم الحكومة ويتم قراءتها والتصويت عليها، ليس بشكل علمي، ليس بشكل مدروس قضية المنهاج الحكومي للحكومات السابقة. القضية الأخرى قضية التنفيذ. اليوم لدى العراق مشكلة كبيرة في عملية التنفيذ، تضع خطط ولكن هناك اليوم مشكلة في قضية التنفيذ، في قضية المتابعة. نحن نرى بأن اليوم توجد هذه النية في قضية المتابعة وفي قضية حل وحسم هذه الأمور. المشكلة الأخرى في قضية ما وصل إليه العراق اليوم، قضية الفساد، ها
هذه الآفة، هذه التي تحولت من مشكلة إلى أزمة ثم إلى آفة تنخر في مؤسسات الدولة العراقية وفي المجتمع العراقي. الفساد اليوم هنالك ذكرت أنه يعني الاحتلال حتى لو ذهب ما زالت أثاره موجودة. هناك من يقول نعم أثاره موجودة، أثاره الأحزاب التي أتت مع الاحتلال، أثاره يعني هناك من يقول أحزاب مثلا أثاره الأحزاب التي أتت من ضمنها المجلس الإسلامي الأعلى. الأحزاب هم قبل الأمريكان، عفوا الأحزاب لم تأتي مع الأمريكان، الأحزاب كلها تأسست منذ الثمانينات ومنذ السبعينات ومنذ الستينات، لم تأتي مع الاحتلال. الأحزاب هي أولى الناس من قاوم الصدام، الأحزاب وبشكل عام كل العراقيين هم من أسقطوا صدام وليس الأمريكان. هذه أعتبر بأن إجحاف بالشعب العراقي إذا نقول بأن الأحزاب أو الأمريكان هم من أسقطوا صدام. الأحزاب هم أقدم من وجود من مقاومة الأمريكان لصدام حسين، ولكنهم يعني لسنوات طويلة لم يستطيعوا أن يحركوا شعرة من النظام السابق لولا الأمريكان. أبدا سيدي الكريم، أنا ذكرت لك بأن هذه القضية قضية إجحاف الشعب العراقي. من أسقط صدام هو الشعب العراقي، من أسقط صدام دماء ودموع الناس الأبرياء التي سقطت بسبب جرائم صدام. صدام مجرم، ولكن هنالك اليوم إرادة وطنية هي من أسقطت صدام عندما أوصلوا صوتهم إلى جميع دول العالم، وعندما رأوا جميع دول العالم ماذا يفعل صدام بشعبه هنالك اليوم تحركت هذه الجيوش. ولكن عندما نقول بأن الأمريكان هم أسقطوا صدام، هذا أنا أختلف معك فيه سيدي الكريم. هنالك اليوم من قاوم في الثمانينات كان هنالك شيء اسمه بدر، في السبعينات حزب الدعوة، منظمة العمل الإسلامي، كلهم قاموا بعمليات جهادية، كلهم قاموا باستهداف النظام السابق. ولكن نعم نختلف نحن عندما نقول أمريكان أسقطوا صدام. طيب خليني أذهب للسيد حسن البهادلي القيادي في ائتلاف النصر. أستاذ حسن، يعني سقط النظام، أتى الأمريكان، ذهب الأمريكان، رجع الأمريكان في 2014، الآن هناك من يطالب بخروج الأمريكان، يعني ناس تأتي وناس ترحل، ولكن العراق على حاله لم يتغير، يعني تعافي بسيط ثم بعد ذلك انتكاسة. الواقع العام للعراق هناك ركود 16 عاما، يعني فترة طويلة جدا. يعني ألا نستفيد من أخطائنا؟ ألا نستعين بالمجتمع الدولي؟ ألا نستعين بأنفسنا لتحسين حالنا؟ يعني ليست هناك بوادر لنهضة. بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد التحية لكم ولضيفكم ولمشاهديكم الأعزاء، حياك الله. حقيقة العراق توارث الحروب منذ عام 1980، إذا مو قبلها كانت عندنا حروب أيضا في شمال العراق. نعم صحيح. وامتدت هذه الحروب حتى دخلنا إلى ما وصلنا إليه إلى عام 2003. كل هذه الفترة الزمنية هي فترة حروب. الحروب لا تأتي إلى وتعطي إلى البلد أو إلى الوطن أو إلى الدولة توزع الورود. الحروب تنهك الاقتصاد، تنهك الشعب، يتعب الوضع الاجتماعي، تتخلخل العلاقات، وبالتالي تصبح كلها سيئات على الوضع. ما بعد 2003 العراق لم يتغير تغييرا من داخل العراق، وإنما هناك قوة أجنبية جاءت في بداية الأمر على أنها محررة ثم تحولت إلى محتلة، فبالتالي صار تغيير النظام تغييرا خارجيا. نعم هناك جزء كبير من الأحزاب، يعني وأشار ضيفك الكريم إلى أن هناك هذه الأحزاب التي ذكرها قد قاومت النظام وكانت عامل مساعد، نضيف إليها بعض الأحزاب كالوفاق، كالمؤتمر الوطني، نعم شاركت هذه في خلخلة وضع النظام على مدى هذه السنين، وبالتالي أصبح ما أصبح وسقط النظام. ما بعد 2003 جاء النظام السياسي الجديد وهو أرقى الأنظمة السياسية الديمقراطية، ولكن الوضع لم يكن مهيئ أمام هذا النظام السياسي. يعني فترة انتقالية بزمن البريمر، ما أخذنا من هذه الفترة الانتقالية إلا توافقات على مستوى أحزاب، على مستوى مكونات، على مستوى شخصيات سياسية، وبالتالي خرجنا بنظام سياسي. هذا النظام السياسي تم تفريغه من محتواه حقيقة، يعني هاي انعكاسات الواقع بعد 2003 هو سببها النظام السياسي الذي تم تفريغ محتواه، واعتبار المحاصصة والتوافق هو الجزء الأول والأساس في بناء البلد. البلد يعني ما متروك
فقط حرب وانتهت، لا، وإنما هناك مؤامرات إقليمية ودولية ساعدت في تبني مثل هذه الأفكار، وبالتالي خلت البلد في دوامة العنف التي لم تنتهي إلا بعد 2008. إحنا ليش نجمل الأمور؟ ليش نجمل الأمور ويعني محاصصة والنظام السياسي لم يكن بالمستوى؟ ناس كانوا لاجئين إجوا سرقوا البلد، الآن أصبحوا أثرياء، ولحد الآن ولاءاتهم لدول كانوا لاجئين بيها. هذا الواقع الموجود، هذا الواقع المرير اللي حد الآن نعاني من عنده، هذا الواقع اللي دا يعرفه العراقيين. احنا ليش نجملها من انه محاصصة ما محاصصة؟ لحد الآن ناس ب 2003 ما كان يمتلكون الدينار، الآن يمتلكون مليارات. هاي شلون اشتغلوها؟ سبب الشعب العراقي؟ يعني احنا اولا لا نجمل، نحن نوصف ونحلل وضعنا السياسي على اساس نظامنا السياسي. هؤلاء فساد والفاسد واضح، هناك مؤسسات تعمل المفروض، لكن خل نجي شوي نحلل الوضع. يعني احنا لو كان نظامنا السياسي توافقي ايجابي وليس توافق سلبي، بمعنى لا توجد محاصصة، يعني بعد 2018 خو الناس مصلحين، وكذلك خرج الشعب العراقي ونادى بالإصلاح ومعاقبة الفاسدين والمفسدين، ورجعوا إلى نفس النقطة اللي هي نقطة المحاصصة ونقطة التوافقية السلبية. نعم، نحن لا نجمل صورة هؤلاء، الفاسد فاسد، ولكن هناك أشخاص عملوا، بنوا مؤسسات دولة، حافظوا على وحدة الدولة، حافظوا على نظام الدولة، حافظوا على كينونة الدولة، وإلا كان الدولة راحت وقد ذهبت. وما وشنو اللي يفيدنا إذا دولتنا قد ذهبت وراحت؟ نعم، هناك فساد، هناك موازنات من 2006 من أول دورة انتخابية ولغاية الآن، هذه الموازنات لم نستفد منها إلا بما يقارب تقريبا 20% من هذه الموازنات، والباقي ذهبت. هسه ذهبت لمؤسسات فاسدة، مؤسسات لم تقوم بعملها بشكل صريح بشكل واضح، وهذا ما نريده الآن في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الانكشاف على هذه الشخصيات وعلى هذه المؤسسات التي عملت خلال من بعد 2003، منذ تشكيل الحكومة الأولى اللي هي عام 2006 ولحد الآن. نريد محاسبة هؤلاء، نعم نريد محاسبتها بمن؟ بمؤسسات فاعلة قوية تستند إلى القانون وإلى الدستور. إن التقيد بالدستور والقانون هو الذي سوف يخرجنا، وبالتالي سوف نظهر هؤلاء الفاسدين ونعيد الأموال التي قد ذهبت أو جاءت، ذهبت من العراق أو قد جاءت من خارج إلى العراق ولم يستفد منها الشعب العراقي. نعم، هذه هناك أحزاب صحيح عملت بهذا الاتجاه، وهناك شخصيات قد أثرت على المال العام، ولكن من الذي يأتي بهذه الشخصيات؟ هل هذه الشخصيات جاءت من السماء؟ إنما جاءت بنظام سياسي برلماني ديمقراطي دفعت بها الكتل السياسية، وأصبح الوضع بهذا الشكل. ونحن الآن نحتاج إلى المكاشفة الحقيقية بين الكتل السياسية، وأن تذهب هذه الرقابة إلى مؤسسات ودعم مؤسسات الدولة، وبالتالي سوف نحصل على النتيجة المرجوة. أستاذ حسن، اجتمعوا وإعادة بناء البلد. يعني في بداية الفصل التشريع الثاني لمجلس النواب اجتمعوا الرئاسات الثلاث في مجلس النواب، ومن ضمنها رئيس الوزراء حضر، وحضروا يعني مجموعة كبيرة، يعني الجهات الرقابية حضرت وصوتوا على إلغاء المفتشين العموميين. الجلسة، نعم، الجلسة، نعم. الجلسة كانت عبارة عن أنه حرب على الفساد. شنو اللي صار وراء فترة بسيطة؟ نعم. يعني عملية دهس أو حادث مروري، رئيس هيئة النزاهة، هل هو حادث مروري مفتعل، عملية اغتيال، لو حادث مروري عابر؟ مو الأمور بالعراق يعني إذا تنحسب 100 حساب، يعني إحنا دا نتقدم خطوة، دا نرجع ثلاث خطوات. سيدي الكريم، بالنسبة للحادث المروري للأسف الشديد لسيد رئيس هيئة النزاهة للقاضي، هذا موضوع تتكفل به التحقيقات، يعني القوات الأمنية هي التي تتكفل بالتحقيقات وتنطينا النتيجة النهائية، وأن لا نحكم على هذه الأشياء. ولكن قل لي بموضوع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، هل هذا الإجراء بإلغاء هذه المكاتب هل هو إجراء
يفيدنا، يقدمنا خطوة إلى الأمام. المفتشين العمومين كما تعلمون هي قد جاءت بقانون 57 ببريمار في سنة 2004، وبقت هذه المكاتب تعمل، ولكن هذه المكاتب للأسف ليس كلها وليس جميعها، حتى لا نعمم، عندنا ناس أيضا اشتغلوا إحنا في هذه المكاتب. نقول هذه المكاتب تحولت إلى، للأسف الشديد أقولها وبمرارة، تحولت إلى دكاكين للضغط والابتزاز والحصول على الأموال من هذه الجهات التي تقوم بالتحقيق معها. نعم، لو لم يكن هناك خروقات حقيقية في هذه المكاتب لبين إنتاجها، لظهرت لنا الفاسدين. أين الموازنات؟ أين الأموال التي تصرف إلى الوزارات؟ ما ظهرت لنا إلا الشيء القليل جدا. فلهذا السبب أنا أقول أن هذه الخطوة وكذلك بتفعيل قانون الادعاء العام، هذا راح يقدم لنا خطوة إضافية وإلحاق هذه المكاتب. طيب، قد يكون هناك رأي بإلحاق هذه المكاتب مع المدعي العام. سوف نتقدم خطوة إلى الأمام ونحن مع تفعيل هذه الجهات الرقابية، وهي مسؤولية مجلس النواب للأسف الشديد، ونقولها بمرارة، مجلس النواب في الفصل التشريع الأول لم يخطو أي خطوة بتشريع قوانين أو رقابة على حكومة. حتى المنهاج السياسي اللي أشار إلى ضيفك الكريم جاء إلى مجلس النواب قبل يوم واحد أو قبل يومين للقراءة، أو قد يكون في نفس اليوم وقرأوا وطلعوا عليه. الحكومات السابقة أيضا كانت عندها مكاتب أو كانت عندها تعطي منهاج سياسي لدوراتها، ولكن لم تفعل بتلك الطريقة. اليوم احنا نريد المنهاج السياسي لهذه الحكومة التي وضعها السيد الدكتور عادل عبد المهدي أن يبين للشعب ما هي خطوات هذا المنهاج السياسي، وأن على مجلس النواب الرقابة والتشريع، وأن لا يضع نفسه مخاطبا لوضع الحكومة هل اكتملت أم لك. طيب خليني على مجلس النواب إكمال كافة وكامل لجانه لغرض إنجاز ما هو ما مناط به من مهام خلال هذه الفترة. طيب خلينا نذهب للسيد احمد عبد الجبار عضو المجلس الاسلامي الاعلى. استاذ احمد، يعني احنا 16 سنه يعني ويفترض تطورنا، الان اذا تحكي ويا احد المسؤولين تقول له ليش ما اكتملت الحكومه، يعني يقول لك لا هي مو اول مره ما تكتمل الحكومه، ما احنا في كذا سنه في الدورة الانتخابية بقت وزارة الدفاع والداخلية 3 سنوات في زمن السيد المالكي، وبالسنة الثانية بقت 7 أشهر عادي، يعني تصير وكأنه يعني مسألة طبيعية، يعني فلان أخطأ يعني خليني أخطأ وعادي، يعني حكومة ما نقدر نكملها، يعني إحنا بعد شهرين راح نكمل سنة على الانتخابات سنة. سيدي الكريم، حقيقة نحن في المجلس الأعلى نعلن بعدم رضانا وعدم قناعتنا بالذي يحدث إلى اليوم. إلى الآن منذ الانتخابات ولغاية هذه الآن لم نستطع تشكيل الحكومة أو كافة الحكومة. إلى الآن الوضع في عبارة عن جمود وشلل لعدد كبير من مؤسسات الدولة العراقية، إذا كانت في السلطة التشريعية أو إذا كانت في السلطة التنفيذية. هنالك اليوم جمود كما ذكرنا، هنالك اليوم عملية إحباط وإخفاق في عدد من الملفات، خاصة في ملف تقديم الخدمات، وأيضا ممكن أن نسميه وهو الأدق عملية بطء في تقديم الخدمات. هذا من جانب. من جانب آخر، نحن في المجلس الأعلى نعلنها صراحة، نرفض أن تكون هذه المرحلة هي مرحلة الوكالات أو مرحلة الإخفاق السياسي أو مرحلة الإرباك وعدم الحسم. يجب أن تكون هذه المرحلة هي مرحلة الوفاق السياسي، يجب أن تكون هذه المرحلة مرحلة الاستحقاق السياسي والضمان السياسي من خلال دعم الحكومة، من خلال تشكيل الكابينة الوزارية، من خلال تقديم الخدمات إلى المواطن العراقي. كما ذكرت، هذه سنوات كبيرة مضت على المواطن العراقي وعلى المجتمع وعلى الشعب العراقي، ولم نتقدم، ولم تكن هناك عمليات تفعيلية صحيحة، ولم تكن هناك مناهج علمية صحيحة إذا كانت في جميع المجالات. هذا بالتأكيد نشخصه ونعلنه بعدم رضانا وعدم موافقتنا عما يحدث اليوم. طيب ما هو يظهر لك واحد يقول لك يعني ويصير يعني وعادي، يعني ماكو مشكلة، يعني كأنه يعني الآن الحكومة الكل متفائل بحكومة السيد عادل عبد المهدي، بس يعني احنا هم سيد الكريم لا يمكن هذا الحكي، لا يمكن هذا الكلام ان تكون في هذه المرحله مرحله الاحباط السياسي او الارباك. يجب ان تكون هذه المرحله مرحله الاستقرار السياسي. هسه اذا كانت بالسنوات السابقه مضت 3 سنوات ما عندنا وزارات امن، خو احنا هذه السنه لازم نصير عمليه استقرار سياسي. نحن نصحح في الماضي، خو مو نعود الى الاخطاء الماضي.
السنوات السابقة الجميع كان يعلم هنالك اليوم مشاحنات سياسية ما بين السلطة التشريعية ما بين السلطة التنفيذية، عملية إرهاب كان موجود، عملية قتال كان موجود. اليوم هنالك مرحلة الاستقرار، يجب علينا أن نقدم الخدمات، يجب أن تكون هنالك عملية توافقية في تقديم الخدمات في السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ما حدث في السابق يجب اليوم تصحيحه. إلى الآن لم تشكل الحكومة، هنالك اليوم عملية كما ذكرنا سميناها عملية الإرباك، هذا شيء مو صحيح. السلطات الثلاثة المؤسسات جميعها في عملية جمود، في عملية شلل بسبب عدم تشكيل الحكومة. هذا من جانب. سيدي الكريم، هسه في قضية الوزارة ربما هي 4-5 مواقع وزارات لم يشكل، هذا من جانب، ويحاسب ونطالب السيد عادل عبد المهدي بحسم هذا الموضوع تشكيل الحكومة. ولكن هنالك موضوع لا يقل أهمية عن موضوع تشكيل الحكومة، وهو موضوع الدور البرلماني، الدور التشريعي والتنفيذي والرقابي إلى مجلس النواب. إلى الآن مجلس النواب لجانه لم يستطع تشكيلها. ما هو ينتظرون تشكيل الحكومة لجنة. ما هو ما لا سيدي الدولة الكريم مبنية، زين أنا شلون أحاسب؟ زين أنا الدولة مبنية على المحاصصة، زين أنا شلون أحاسب؟ شلون أشرع وشلون أراقب إذا اللجان ماتي لحد الآن ما مشكلها؟ زين مو أكو بعض الوزارات كاملة تم التصويت عليها، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الكهرباء تم التصويت عليها، خلي أشكل هذه اللجان لعد. إلى الآن لجان البرلمان لم يتم تشكيلها. يعني حضرتك تتذكر يعني قانون الجنسية، يعني إحنا نقول البرلمان يعني مدى يشتغل على القوانين، قانون الجنسية العراقية، يعني إحنا كعراقيين اندهنا البرلمان رجعه. موضوع يعني اسمح لي سيدي الكريم، ما هو المشكلة، موضوع الجنسية المشكلة تم ترحيله. وأنا همين استغرب حقيقة إذا تسمح لي، هل الآن في هذا الوقت نحن الآن نناقش موضوع الجنسية العراقية؟ نعم بأهميته، نعم بموضوعيته، ولكن هل اليوم إحنا نناقش موضوع الجنسية ونترك ما هو موضوع أهم، ونترك ما هو موضوع أقدس وأسمى قضية الخدمات؟ اليوم المجتمع العراقي يشكو من قلة الخدمات في الجانب الصحي، في الجانب الكهرباء، في الجانب التعليمي، في الجانب الغذائي. نعم أنا أذكر موضوع الجنسية العراقية موضوع مهم، موضوع سيادي، موضوع سياسي، ولكن اليوم هنالك مواضيع أكثر أهمية. موضوع الأمن، هنالك يوم حديث عن عودة جماعات إرهابية، قضية التواجد الأمريكي، اليوم حديث كثير عن التواجد التركي في العراق. هل نحسم هذه المواضيع ثم نذهب إلى موضوع الجنسية وهذه أكو جماعة أخرى؟ لا ما أكو جماعة يريدون يتجنسون، موجودين بالعراق يريد يتجنسون، ويريد يتجنسون خلال سنة، وهم باقين بالعراق صار لهم أكثر من سنة، يعني خلال كبسة زر إذا وافقوا على تلقى لك فد 3 مليون عراقي صايرين جدد يزداد عددنا. يعني أنا سيدي الكريم هذا بشكل عام يجب أن يحسم من خلال الدور البرلماني مع مراعاة جميع الحقوق خاصة الأخوة الكرد الفيلية، ويجب أن تكون هناك عملية تدقيق من الجماعات الإرهابية. اليوم موجودة هذه القضية، قضية الولادات الغير شرعية، ربما أيضا تكون داخلة في قضية الأفغان والدواعش والشيشان، ولكن يجب أن يكون هناك حسم في هذه القضية. وكما ذكر مجلس النواب أنه تم ترحيل هذا الموضوع وعدم حسمه إلى الآن إلى الفترات القادمة. طيب خلينا نذهب استاذ حسن البهادلي. استاذ حسن، يعني احنا على مدى يعني على هذه السنوات اللي مضت لحد الان، حتى يعني مثل ما ذكر استاذ احمد عبد الجبار، يعني لحد الان احنا يعني ناقصين مشاكل في البرلمان، يعني حتى نشغل الاعلام بها. قانون الجنسيه، ما احنا عندنا قانون الخدمه الاتحاديه، عندنا قوانين النفط والغاز، عندنا قوانين صار لها نايمه، صار لها دورات انتخابيه كثيره نايمه بالبرلمان، وتحتاج يعني قوانين يعني في صلب الدولة العراقية، محتاجينها أن نناقشها وأن نقرها، يعني قوانين مهمة. جايبين لي قانون الجنسية العراقية، ما هي ثير الشك؟ يعني أولا جايبين لي إياها وأني هسه مو من ضمن أولوياتي، ثانيا جايبيها وسنة ويأخذ جنسية وفي التسهيلات معينة، وكأنه أنت مجهز لي مجموعة راح يصيرون عراقيين. ما يعني أكو ناس ده تشتغل ضد العراق، ما نعرف يعني موجودين بالحكومة ده يشتغلون ضد العراق. يعني حقيقة أستاذ، أنا قبل بداية اللقاء عندما قلت هناك محاصصة، أنت يكاد يكون اعتراضت، قلت إحنا ما نريد نجمل الصورة. لا، ليش ما نجمل الصورة؟ شوف هسه المحاصصة وين الآن. أنت هسه أشاريت، قلت عندما تكلم الضيف العزيز وقال أنه اللجان لم تحسم لحد الآن في مجلس النواب، قلت لأنه منتظرين تشكيل الحكومة وهناك محاصصة. يعني بمعنى نتوافق على أنه حتى تشكيل اللجان داخل مجلس النواب هي محاصصة، فبالتالي أين سوف نذهب؟
إذن يجب أن تنتهي هذه المشكلة. نحن مشكلتنا في المحاصصة، بمعنى أنه إذا عندنا توافقات إيجابية داخل مجلس النواب للوقوف مع الحكومة لتنفيذ منهاجها السياسي، أما أنه أنا أجي أعرقل مجلس النواب بأكثر من 20 لجنة، لحد الآن ما مشكلة ولا لجنة، شنو دخل مجلس النواب بتشكيل الحكومة؟ شنو دخله؟ ديك حكومة تنفيذية لها سلطاتها، وهاي سلطة تشريعية، أعلى سلطة تشريعية بالبلد. المفروض مجلس النواب أيضا يحسم أمره، يكون لجانه. خلال من تاريخ 24/10/18 تشكلت الحكومة وأخذت، تم التصويت عليها، منحت الثقة. المفروض الآن اللجان الرقابية الموجودة في مجلس النواب تيجي تراقب أداء الحكومة خلال هذه الأشهر التي مضت. هل هي قدمت ملاحظات عن أداء الحكومة؟ هل ذهبت إلى صلاحية الرقابة على أداء هذه الحكومة؟ ماذا قدمت الحكومة في خلال هذه الأربعة أشهر؟ حتى مجلس النواب الكل منصهرين في بودقة تكميل أو إكمال الكابينة الحكومية، وهي مشكلة. أنا شو لي شغلة بإكمال الكابينة؟ يعني كمجلس النواب ما أتدخل في موضوع تكوين أو إكمال الكابينة الحكومية. أنا أنتظر تجينا أسماء. نعم صحيح هناك توافقات تجري خارج مجلس النواب من قبل رؤساء الكتل بالتصويت بالنعم أو بالضد ضد هذه، وهذا إحنا شفناه خلال الفصل التشريعي الأول عندما جاء رئيس الحكومة وجاب بعض الأسماء، وهذه الأسماء رفضت، يعني أصلا ما اكتمل النصاب للتصويت عليها، وبعض الأسماء لا ردت، تم التصويت عليها بالسلب، وبالتالي يعني انتهى موضوعها. المفروض إحنا كان في بداية الفصل التشريعي الثاني يجب أن يهتم مجلس النواب أولا بتشكيل اللجان الخاصة مالته، ويترك موضوع تشكيل الحكومة على السلطة التنفيذية، على السيد رئيس الوزراء. على السيد رئيس الوزراء أيضا عليه أن يحسم أمره وأن يقدم لنا وزراء هو يرى فيهم المصلحة، هو الذي يحقق مصلحة البلد وليس الكتل السياسية. رئيس الوزراء يقول لك أنا مالي علاقة، ما من حقها تتدخل. لا لا، هو معترف، يقول لك أنا مالي علاقة، الكتل هي تختار، مالي علاقة. لا ما ماشي، إذا أوجد أنت آلية للتوافق ما بين هذه الكتل. هسا أنت جل احترامي لهذا الشخص، سياسي قدير محترم، إنسان قدم ما قدم، نعم، ولكن أنت يجب أن تبدأ هنا، يجب أن تقدم آلية محددة معينة. أنت الآن يجب أن توافق بين هذه الكتل، مو تجيب لي أسماء تروح إلى مجلس النواب وترفض وتعيدها وترفض وتعيدها من جديد، أو تأتيني بأسماء بعد فترة من الزمن يصير يعني تشيك على هذه الأسماء، تطلع هذه الأسماء مطلوبة مساءلة أو قوانين أو كذا أو نزاهة، وبالتالي راح أيضا نرجع من جديد وندور في نفس الدوارة السابقة، ويحتاجنا إلى وزراء جدد. بمعنى يعني رئيس الوزراء يجب أن ينسلخ من موضوع الكتل حتى يبني، حتى ينفذ منهاج السياسي. منهاج السياسي ليس دخل للكتل السياسية في تطبيق منهاج السياسي رئيس الحكومة. نعم الكتل السياسية من خلال أعضائها في مجلس النواب، من خلال نوابها يدققون ويراقبون أداء الحكومة وعلى المنهاج السياسي، نعم هذا الشيء صحيح. أما تتدخل الكتل السياسية في كيفية تنفيذ المنهاج السياسي للسلطة التنفيذية، أعتقد هذا سوف يؤدي بنا إلى الدوران على نفس المحور وفي نفس الدائرة، ولن نتقدم خطوة واحدة إلا بالاعتماد على مشورة وعلى قرارات التي يتخذها السيد رئيس الوزراء لوحده ضمن كابينته، وبالتالي يتحمل المسؤولية الكاملة. طيب. عن تنفيذ مثل هذه الإجراءات التنفيذية التي تهم البلد بصورة عامة. خلينا نذهب إلى السيد أحمد عبد الجبار عضو المجلس الإسلامي الأعلى. أستاذ أحمد، يعني رئيس الوزراء يعني في الفصل التشريعي الأول البرلمان ما يعني كان عبارة عن يجي يجتمع حتى يصوت على الكابينة، ما يلقى أحد يروح للبيت، وما صوت على غير قانون واحد، وهو ال 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 يعني ال 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 الموازنة. الموازنة. طيب قلنا ولولا عملية التمديد التي قدمها السيد رئيس مجلس النواب لعمل مجلس النواب لم يكن إلى الآن تصويت على الموازنة. طيب ممتاز. طيب قلنا أنه والحكومة أيضا ما اشتغلت شيء، حائرة بأهم بالكابينة،
قلنا على الفصل التشريعي الثاني، الفصل التشريعي الثاني في أول جلسة كانت جلسة حامية والرئاسات الثلاث، وقلنا راح يصير فد شيء كلش كبير، لكن اجتمعوا وكانت الجلسة ممتازة، لكن أيضا راحت سكتة، ماكو أي شيء صار. يعني كل ما يجتمع البرلمان، يعني مثل ما حكينا جايب لي قانون الجنسية لو ما أعرف شنو، جدول أعماله ما بيها إكمال الكابينة الوزارية، يعني طيب وزير الصحة قدم استقالة رئيس الوزراء ورفضها رئيس الوزراء، يقول لدي يضغطون علي الفاسدين، يعني عملية حرب الفاسدين. يعني أنا ما أعرف مصير الله يرحم رئيس هيئة النزاهة لو الضغط على وزير الصحة، لو اللي الأخبار اللي ما نعرفها ايش دا يسوون، يعني بمعنى الفاسدين دا يشتغلون. طيب وين شغل رئيس الوزراء على الفاسدين؟ يعني حقيقة أنا ذكرت لك إحنا نعلن ونبين عدم رضانا وعدم قناعتنا بالذي يحدث اليوم من عملية إخفاق وعملية بطء في العمل السياسي وبطء في تقديم الخدمات وبطء أيضا في عمل مجلس النواب. كنا نسمع بأن هذا الفصل التشريعي سيكون فصلا ساخنا، هنالك اليوم عدد من المواضيع المهمة التي كان من الأولى أن تدرج ضمن قائمة مهامهم، قضية التواجد الأمريكي، قضية الخدمات، قضية تشكيل الكابينة الوزارية، قضية التواجد التركي وعدد كثير من هذه، قضية قانون المحكمة، قانون النفط، قانون الشركات والكثير، قانون الجرائم المعلوماتية، الكثير من هذه كان يجدر أن تدرس وتناقش وتصوت داخل مجلس النواب. هذا من جانب. من جانب آخر سيدي الكريم، فيما يخص قضية الحديث اليوم عن قضية الفساد وقضية مكافحة الفساد، نحن اليوم أيضا نلاحظ بأن هنالك شيء نستغرب منه حقيقة. عندما تحدث السيد رئيس مجلس النواب عادل عبد المهدي وكشف وفضح بأن هنالك اليوم أكثر من 40 ملف للفساد، هذه الحالة سيدي الكريم مميزة، لم يذكر أي رئيس وزراء سابق بأن هنالك اليوم عمليات فساد بهذه الملفات، ملف بيع النفط، ملف الصحة، ملف عدد كبير من الملفات. كل الوزراء السابقين، كل رؤساء السابقين كانوا يذكرون فقط عمليات فساد، سنضرب سنجابح عمليات الفساد، ولكن لا شيء، لم يكن هنالك أي رئيس وزراء إلى الآن يستطيع كشف الفساد وفضحهم. الآن عادل عبد المهدي استطاع ذكر 40 ملف، نطالب عادل عبد المهدي بإجراء تحقيق في كل ملف وفضحهم وكشفهم. إلا أن هنا سيدي الكريم كان هناك شيء مختلف. اليوم عندما تحدث عادل عبد المهدي عن ملفات الفساد، سمعنا منذ يومين بعملية، هناك عمل سياسي جديد، ربما إقالة إلى عادل عبد المهدي، ربما عملية إعادة تشكيل الكابينة الوزارية بشيء آخر بسماء آخر. الآن سمعنا هذا الحديث، لم نسمعه قبل عملية كشف الفساد. هذا من جانب. من جانب آخر قضية السيد رئيس هيئة النزاهة الله يرحمه عندما توفي، حقيقة بس اسمح لي أن أبين هنا وجهة نظري. نعم. اليوم إذا كنا نتحدث عن قضية استهداف إلى السيد رئيس هيئة النزاهة، فأعتقد بأن هذا الشيء سيضر بالدولة العراقية، سيضر بالحكومة العراقية، وهذه رسالة بأن الفساد يستطيع ضرب أيا كان وفي أي وقت كان. لا بالعكس، اليوم هنالك نطالب بالتحقيقات العادلة، نطالب بهيئة القضاء أن تأخذ مجراها. اليوم الفساد يجب أن تكون الدولة العراقية أقوى منه، ليس هو أقوى من الدولة العراقية. إذا كان هنالك شيء يجب على المحكمة ويجب على الجميع إبيانه وكشفه، لا يجب أن يكون الفساد أقوى من الدولة العراقية. طيب يعني إحنا بالنسبة الكل يأمل، ولكن الفكرة أنه الجانب الآخر يتحرك. طيب أنت يا رئيس الوزراء، يا مؤسسات لا. الدولة، أنا غير عندي منجز واحد أقول أنا أنجزت هذا يعني عندما يأتي رئيس الوزراء، إن ذكرت أنت الأربعين فقرة، يعني تشخيص الملفات برئيس الوزراء شخص على رأسها، مثلا يعني تهريب النفط تحدثنا يعني لسنوات، يا جماعة أكو تهريب من الشمال وأكو تهريب من الجنوب للنفط العراقي، والتهريب مو تهريب يعني ناس على باب الله يهربون ناس او مافيات بسيطه، تهريب مؤسساتي، واكو تهريب بالبواخر، يعني تهريب يعني رسمي وضخم. سيدي الكريم لما نيجي يقول لهم اكو تهريب النفط، يعني شيرد من البرلمان يقول له اصدر لك قانون انه ما يصير تهريب، لو يقول له فتوى يقول له والله التهريب حرام، ما هو لازم هو يتحرك. لا سيدي الكريم، نحن نطالب عادل عبد المهدي بأن يكون هنالك عملية مثل ما ذكرت، عملية أن يتحرك، أن يكون كشف، أن يكون فضح
لكل من يقف وراء هؤلاء الفاسدين، لكل من يقف إذا كان يمتلك حصانة سياسية، إذا كان يمتلك أي نوع من أنواع الحصانة، يجب فضحهم أمام الرأي العام، ويجب كشفهم ومعاقبتهم. قضية مثلا تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد شيء مهم ومطلوب منه الكثير. نعم هو الآن في طور الإعداد، في طور وضع الجلسات الأخيرة إلى عمله، ولكن مطلوب منه أن يكون عمله أكثر يعني أكثر حركة. هذا من جانب. قضية الإنجازات سيد الكريم ليس من باب الدفاع على عادل عبد المهدي ولا من باب الدفاع على أحد، ولكن نحن نتكلم عن وقائع، نحن نتكلم عن ما نراه. هنالك في عمر الحكومة إلى الآن هنالك بعض الأشياء التي أقدم عليها عادل عبد المهدي تحسب له. نعم مثلا قضية تثبيت الموظفين العقود، تثبيت الأجور اليومية إلى عقود والعقود إلى موظفين ملاك، هذا الشيء يحسب إلى عادل عبد المهدي، صوت عليه مجلس الوزراء. مثلا قضية فتح المنطقة الخضراء، اليوم المنطقة الخضراء ليس مجرد عبارة عن فتح صبات أو فتح شارع. سيدي لنكون واقعيين، 16 سنة المنطقة الخضراء مقفولة بسبب قرار دولي وليس بسبب أحد. اليوم المنطقة الخضراء من عندما تفتح والجميع يعلم ماذا يوجد في المنطقة الخضراء، السفارة الأمريكية، السفارة البريطانية، السفارة السعودية، هذا المنطقة الخضراء فتحها قرار سيادي، قرار سياسي يحسب إلى الشعب العراقي وإلى المصلحة العامة. هذا من جانب. أيضا نحن نرى حقيقة بأن اليوم الحكومة عندما رفضت أن تذهب وتلتقي بترامب عندما أتى إلى عين الأسد بهذه الطريقة، طريقة اللصوص، عندما أتى بطائرة في الليل ومغلق جميع أضوائها، عندما رفض أن يذهب هنالك ويلتقي به، نحن نعتبره هذا انتصارا ونعتبره قرارا مشرفا للحكومة العراقية. هذه ممكن هذه الأشياء أن تسمى إنجازا على أقل تقدير خلال هذه الفترة الذي كان فيها عادل عبد المهدي مسؤولا. طيب خلينا نذهب إلى السيد حسن البهادلي القيادي في تلف النصر. أستاذ حسن لا تسألني. نعم خليني شوية أعلق قبل لا تسألني. يلا تفضل. ممكن يعني تفضل. يعني أنا يعني أشارك الضيف الكريم أن الإنجازات التي قام بها السيد عادل عبد المهدي خلال الثلاثة أشهر الأولى من منهاج السياسي هي عبارة عن مشاريع استراتيجية ضخمة رصد لها الأموال في الطرق وفي التعليم وفي التربية وفي الصحة. لأني مشاريع استراتيجية ضخمة رصد لها السيد عادل عبد المهدي، هذا الاقتصادي الذي يعني عنده نظريات اقتصادية والرجل الآن يطبق بها. المشاريع الآن قائمة على قدم وساق، وأن هذه المشاريع تثبيت العقود والأجراء اليوميين وفتح المنطقة الخضراء هاي تحصيل حاصل يعني بالنسبة إلى يعني أشياء بسيطة جدا لا تذكر وهي مو مهمة. إحنا أهم شيء عندنا المشاريع الاستراتيجية الضخمة جدا التي الآن يعمل عليها سيد عادل عبد المهدي. سيد عادل عبد المهدي للأسف الشديد لحد الآن أربع وزراء ما كمل كابينته، عوفهم الذي جاء بالوزراء السابقين عليهم الآن عليهم محاكم وعليهم قضايا قانونية ودستورية. الآن أنا أجي أتكلم وأقول 40 ملف. نعم أنا أريد من السيد عادل عبد المهدي هذه 40 ملف يقسمها على 10 ملفات، لكل سنة 10 ملفات، مو خلي يحسم لنا هذه السنة، خلي يحسم لنا 10 ملفات للفاسدين. الحكومات السابقة وليس دفاعا عنها، حكومة السيد العبادي السابقة سموا لي أنه أنا بالنصر حتى دافع عليه، لا مو هذا الغرض، ولكن عندما جاء إلى مجلس النواب وجاء بملفات فساد ما كان أحد يجرأ وأن يتكلم معه وأن يساعده. أدى هذا إلى ضعف في المؤسسات الرقابية، وبالتالي أصبحت كل القرارات التي تصدر في موضوع الفساد قرارات يعني مفروغة من محتواها، لأن ماكو هناك مؤسسات تأتي وتساعد في كشف. نعم يعني بعض الأشخاص في تلك الفترة قد اختيلوا على بعض مسائل الفساد عندما ذهبوا وحققوا فيها، وعندكم أسماء كثيرة. نحن لا نقول أن الحكومات السابقة لم تعمل على موضوع الفساد، ولكن تجذر الفساد بسبب المحاصصة، بسبب عدم الإقالة للوزراء للمسؤولين للدرجات الخاصة التي تأتي من هنا ومن هناك. هذا الذي جاء بنا ووضع الفساد في 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 قمة الهرم. الآن يقول نحن نريد أن تكون الدولة العراقية أقوى من الفساد. نعم الفساد عبارة عن عصابات، هل تقوى العصابات أمام دولة بدستورها بقانونها بمؤسساتها بإمكانياتها بموازناتها الضخمة؟
طبعا العصابات الفاسدة ما تقف أمام هذه الدولة، ولكن هي الدولة الآن منهكة، الدولة الآن تعبانة. مجلس النواب لم يراقب، لم يذهب، لم يطبق صلاحياته بشكل صحيح. السلطة التنفيذية لم تحرك لحد هذه اللحظة، لم تحرك أي ملف من ملفات الفساد. يعني أنا مجرد أجيب ملفات وأنا عندي 40 ملف فساد، وشنو الفائدة؟ أنا أريد تجي تحرك لي إياهم عن طريق الادعاء العام، إقامة دعاوى، هيئة النزاهة، هذا الذي يفيدني. أما أنه أنا فاتح لي منطقة خضراء وثبت لي إيجور وعقود سواهم بالموظفين، أنا مقابل هذا أريد تنشيط للقطاع الخاص، أوجد فرص عمل للقطاع الخاص بما أنه اقتصادي وعنده نظريات اقتصادية، أحرك المشاريع الاستراتيجية اللي تبني للبلد، مو المنطقة الخضراء أنا أشيل السياج من عندها وأنطيها ساعات مرور هي اللي تحرك للبلد. نعم هناك ضغط دولي وأقليمي سابق، تحسنت العلاقات، الآن لازم نستثمرها، إحنا علاقاتنا الدولية لازم نستثمرها، علاقاتنا الإقليمية نستثمرها، الأمن، فسحة الأمن الآن اللي نعيش بيها واللي هي تكاد تكون شبه آمنة أغلب مناطقنا، يجب أن نستثمرها ونعمل بها، وليس من هذه الإجراءات البسيطة اللي الشعب العراقي الآن هو ما منتظر أنت تجيب الأجراء تثبتهم، لا، سوي له مشاريع استثمارية يعمل ويأخذ منه، يأخذ من هذه المشاريع مردودات إيجابية يستفيد منها على طول الزمن، مو اليوم أنا جاي والله عندي موظفين أجراء أنا ثبتتهم. طيب. والأجراء الآن ما موجودين والموازنة أثقلت، ما الموازنة أثقلت، أين الاتفاق النفطي مع الأخوان في إقليم كردستان؟ ألم يتنصلوا انطوهم أكثر من 22% من قانون الموازنة المجحف بحق الشعب العراقي؟ نحن مع سعادة ورفاهية أهلنا في إقليم كردستان، نعم، وليس على مصالحنا. خلي يجي الآن يقول لي الموازنة اللي انطاها إلى إقليم كردستان إيش قد أخذ برميل نفط واحد الآن إلى شركة سومو، إجت أموال كان متفق عليها أن تأتي إلى الخزينة. خلي جاوبني الأستاذ العزيز ضيفك الكريم. يعني طيب خلي جاوب أستاذ أحمد تفضل. أي نعم، يعني ببساطة أنا أسأل الضيف الكريم وأختلف معه في بعض النقاط. إذا كانت هذه النقاط ببساطة كما ذكرها، قضية فتح الخضراء وقضية تثبيت العقود وهذه الأشياء البسيطة التي ذكرتها، لماذا الحكومة السابقة لم تستطع فعلها؟ لماذا لم تستطع فعل الخضراء؟ كانت في حرب الحكومة السابقة، كانت تدير مواردها أستاذ العزيز. خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها، أنا عذر للمقاطعة، ولكن لا نعبر هذه النقاط. الحكومة السابقة كان ما عندها 3 مليار ودخلت على حرب لمدة 4 سنوات يا سيدي العزيز. اسمحني خلي أبين. أنا سمعت. نعم تفضل أستاذ أحمد. أي هذه الأشياء التي تطالب بها قضية الاستراتيجيات، وذكرت بأن عادل عبد المهدي شخصية اقتصادية مرموقة ونطالبه بأن يقدم بعض الكثير. أيضا نحن لماذا نسأل أيضا لماذا الحكومة السابقة لم تقدم مثل هذه الاستراتيجيات ومثل هذه الأفعال وهذه المشاريع وهذه تحريك العصا الاقتصادية، الدولاب الاقتصادي والعاطلين عن العمل؟ لماذا لم تستطع الحكومة تقديم هذا؟ الحكومة السابقة أيضا تتحمل الكثير عما وصل إليه العراق اليوم في قضية كشف الفاسدين. لماذا لم تستطع الحكومة السابقة كشف ولا فاسد إذا كانت تحمل كما ذكرتم بعض الملفات وأتى إليها في مجلس النواب؟ لماذا لم تبينها؟ لماذا لم تتكلم باسمها؟ لماذا لم تذكر ولا اسم عنها أو تبين ولا مشروع أو ملف عنها؟ هذا جانب. الجانب الآخر، مجلس النواب الدورة السابقة تحسب له، هو من أقال بعض الوزراء وليس الحكومة السابقة. هنالك بعض الوزراء ثبت عليهم بعض الأشياء أمام الجميع، مجلس النواب هو من أقالهم وليس الحكومة السابقة، والجميع يعلم بذلك. هذه كانت مداخلتي. يعني أستاذ حسن 50,000 أستاذ حيدر العبادي قال 50,000 فضائي، هاي بالمؤسسة العسكرية، خلينا بالمؤسسة العسكرية. وسكت. نعم وسكت. لا ما سكت، لا سادي ما سكت، لا سادي ما سكت. الأموال التي رجعت إلى خزينة الدولة في زمن الدكتور العبادي، خلي يطلعون الإخوان ويشوفونها ديوان الرقابة المالية إيش قد رجع من الفضائيين. كان هناك 30,000 فضائي في القوات المسلحة يا سيد العزيز، إذا مو أكثر العدد بعدين
روج إلى 50,000. يا سيد العزيز، نحن نقول في زمن الدكتور العبادي البلد كان ثلثة محتل، هناك حصار إقليمي، حصار عالمي، خزينة موازنة، خزينة لم تكن في 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 الموازنة أو في الخزينة أكثر من 4 مليار. إذا تسمح لي يا سيد من وقتك أستاذ حسن، إذا تسمح لي، الدعم الذي كسبه السيد العبادي في جميع رؤساء في جميع تاريخ الرؤساء العراق لم يحصل به دعما شعبيا ودعما من المرجعية. شنو الفائدة عندما ذكرت له؟ صحيح عندما ذكرت له اذهب واضرب بيدا من حديد، اذهب واضرب الفاسدين، لكن هذا لم يحدث، لم يكشف أي أحد. العراقي كله ضد الدكتور العبادي في حينها. تدري الدكتور العبادي حتى دولة القانون التي خرج من رحم دولة القانون كانت تعمل ضده، ما كانت عند الرجل قائمة انتخابية كان يسنده. الرجل العبادي عمل لوحده مع مؤسساته. اليوم نجي احنا لازم نسمي الاشياء بمسمياتها يا سيد العزيز. اي مؤيد ذكرت لك سيدي، لماذا لا يكشف عن الفاسدين والشعب معه؟ اولا حافظ على المؤسسة الدينية معه، حافظ على رواتب الموظفين. نعم، حتى المشاريع التي كان ياتي بها السيد العبادي الى مجلس النواب كانت تعطل. هذا واحد. اثنين، مسؤولية مجلس النواب هو الذي يقيل الوزراء وليس الحكومة. هاي مو واجب الحكومة تقيل وزراء، وإنما مجلس النواب بالتصويت على هؤلاء الوزراء بالتالي يقيلونهم. وهذا من ضمن خصائص ضد التصويت عليهم، وكان داعم للوزراء مالته. على الأقل كان يشخص، على الأقل كان يرفع كتاب إلى مجلس النواب يقول هذا الوزير فاسد، يقول هذا الوزير أخفق، يقول هذا الوزير لم يؤدي مسؤوليته، لم يقم بذلك. لذلك تبنى يعني مجلس النواب إقالة هؤلاء الوزراء. احنا وين في مجلس برلماني؟ عذرا للسيد المقدم، يعني صارت محاولة. لا تأخذ سجال نعم نحن نقول مجلس النواب مالتنا مو محاصصاتي. هو يعرف جيدا عندما يشير إلى أي وزير من الوزراء لن يفلح في مسعاه. هناك كتل، بل كتل من داخل التحالف الوطني، من داخل التحالف الوطني كانت تعمل ضده. على الأقل كان يسمي الأشياء بمسمياتها. لا سمى كثير، ذهب إلى مجلس النواب أخذ وياه أسماء لوزراء لم يعلم بهم أحد في ظرف مغلق. تعجبت الكتل السياسية وقفت كلها ضده، قالوا له ما يصير، يجب أن يكونون الوزراء من كتلنا. هذه ماذا تحسب؟ تحسب للسيد العبادي؟ الآن نحن نعول على السيد عادل عبد، نحن داعمين لحكومته. بلد بدون حكومة، بدون دعم لحكومة السيد العبادي لن تمشي المشاريع، ولكن علي أن نرى هذه المشاريع التي تكلم عنها في المنهاج السياسي للسنة الأولى. كم مشروع راح يبنينا؟ طيب خلي السنة الثانية التخصيصات المالية أين تذهب يا سيد العزيز؟ خليني أسأل الأستاذ أحمد عبد الجبار عضو المجلس الإسلامي الأعلى. أستاذ أحمد، إحنا الآن يعني من 2003 ولحد الآن انبنت على العملية السياسية على محاور، يعني ولكن هذه المحاور الآن كانت متهادنة لكن الآن متصارعة، المحور الإيراني والمحور الأمريكي. يعني ما تأثير هذا الصراع؟ نعم نحن نرفض أن يكون العراق ضمن أي محور. يجب أن يبقى العراق ضمن محور واحد اسمه محور العراق. نحن نؤمن بالعلاقات السياسية الدولية، نؤمن بالانفتاح، نؤمن بالتواصل، ولكننا يجب أن نبقى ضمن استقلاليتنا. نرفض العراق أن يكون قاعدة أو انطلاقا أو ممرا لأي اعتداء على دول الجوار. نرفض هذا الشيء من الجميع، من هذا إلى هذا أو من هذا إلى هذا. نحن نؤمن بالانفتاح كما ذكرنا، نؤمن بالتواصل، نؤمن ببناء العلاقات الدولية خاصة مع دول الجوار جميعها وليس مع أحد، إذا كان مع الجارة الإسلامية أو إذا كان مع الشمال أو إذا كان مع الغرب. نؤمن بالانفتاح. اليوم نحن نؤمن بقضية مهمة سيدي الكريم، العلاقات السياسية الدولية كلما انفتحنا عليها كلما تواكب هذا الشيء، يجب أن تواكبها عملية الانفتاح الاقتصادي. نحن نرى بأن عملية الانفتاح السياسي عملية الانفتاح السياسي الدولي يجب أن تسير بخط مستقيم. في نفس الوقت، في نفس هذا الخط المستقيم، يجب أن نحافظ على التوازن الدولي ما بين الجميع. خليني أذهب إلى السيد حسن البهار أيضا، يعني بإجابة سريعة. أستاذ حسن، يعني عمليا الآن العراق، يعني هناك من يرى أنه يلعب بالنار، ساعة مع أمريكا، ساعة مع إيران، والعملية خطرة لأن هناك احتمال صدام ما بين أمريكا وإيران. ما مصير العراق؟
أولا إن شاء الله لن يكون هناك صدام ما بين الجارة الإسلامية وبين أمريكا، وهذا ما يخدم المنطقة. أمن المنطقة ضروري جدا، وبالتالي سوف ينعكس إيجابيا على العراق. نعم، العراق إذا استطاع أن يكون حلقة تواصل ما بين الولايات المتحدة ويعني طور علاقاته الإقليمية بعد لأفضل من هذه العلاقات. نريد علاقات جيدة مع تركيا، لنا مصالح مشتركة مع تركيا دولة إسلامية. نريد علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية، عمق استراتيجي. نريد علاقات جيدة مع الأردن، نريد علاقات جيدة مع سوريا، نريد علاقات جيدة مع الكويت، نريد علاقات جيدة مع إيران. كل هذه الدول لها مصالح مشتركة، وأن لا نقدم مصلحة دول بعيدة عالمية على مصالح هذه الدول. لا، دول الإقليمية التي تنشأ معنا علاقات جيدة، نعم نمد لها اليد. طيب، وأن يكون العراق ليس محوريا مثل ما أشار ضيفك الكريم. نعم، نحن لا نريد سياسة المحاور. طيب، مع دولة على دولة أخرى، ولا نريد أن يصبح العراق منطلقا لإيذاء بعض الدول، وهذا ما لم يسمح به الدستور العراقي. وأعتقد مرحلة استثمار العلاقات الجيدة الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية والأمنية مع الدول الإقليمية سوف يكون لها تأثير إيجابي وجيد على تقدم عجلة الاقتصاد والأمن في العراق. أستاذ حسن البهادلي القيادي في تلف النصر، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر الأستاذ أحمد عبد الجبار عضو المجلس الإسلامي الأعلى، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. شكرا لكم مشاهدي الكرام، كان معكم خالد بن جاسم، إلى اللقاء.